بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن أبي داود سيدنا سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 75 من الهجرة النبوية الشريفة، عن عمر بنه 73 عاما، والمدفون بمدينة البصرة بالعراق حرمه الله، بجوار قبر سيدنا سفيان الثوري رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين، آمين. الباب 49 من الكتاب 11 كتاب المناسك، وهي أبواب متعلقة بالطواف وسنن الطواف. ذكرنا في الباب الذي قبله باب سنة تقبيل الحجر، وقلنا أن الحجر يتعلق به ثلاث سنن: التقبيل والاستلام باليد اليمنى والسجود عليه، وهذا يكون في أول الطواف إن أمكن، وإن أمكن في كل طوفة، كلما مررت عليه تعمل تستبعد طوفات، لكن بسبب الزحام إن استطعت في أول طوفة كفى، وإن لم تستطع بالإشارة ثم تقبل ما تشير. باب استلام الأركان، وهي أيضا من سنن الطواف أن تستلم الأركان. واستلام الأركان أن تمسح بيدك الركن اليماني، تستلمه بيدك كما أنك تستلم الحجر باليد، تستلم الركن اليماني. الركن اليماني فيه فضيلة واحدة، ولذا تعلقت به سنة واحدة وهي الاستلام، أنه على قواعد سيدنا إبراهيم. أما ركن الحجر ففيه فضيلة زائدة، وهو وجود الحجر وأنه على قواعد سيدنا إبراهيم، فتعلق به سنن أزيد. ولذا الركن اليماني السنة فيه حاجة واحدة وهي استلام لمسه اليد فقط، فإن لم تستطع بالإشارة أيضا يكفي الإشارة، كلما مررت على الركن اليماني يكفي الإشارة. وأما ركن الحجر لأنه على قواعد سيدنا إبراهيم فيستلم باليد، ولأنه فيه الحجر الأسود الذي هو يشهد الناس وهو يمين الله في الأرض، فيقبل ويسجد عليه. أما الركنين الآخرين اللي هو الركن الشامي والعراقي فلا يتعلق بهما سنة معينة لكونهما ليس على قواعد سيدنا إبراهيم. فلو كان على قواعد سيدنا إبراهيم وفرض أن بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم تستلم الأركان كلها، كما فعلها سيدنا عبد الله بن الزبير وبناها على قواعد سيدنا إبراهيم، ثم جاء بعد ذلك الحجاج بن يوسف هدمها وأعادها على ما كانت عليه، واستقرت على ما هي عليه إلى الآن، حتى لا تكون ملعوبة في يد الحكام، كل حاكم يأتي يهدم ويبني ويهدم ويبني، فتهتز قدسيتها في قلوب المسلمين. باب استلام الأركان، والمقصود بالأركان هنا الركنين اليماني والحجر لكونهما على قواعد إبراهيم. ده من حيث الواقع، لأن واقع الأمر كده الآن بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير الإمام أبي داود في سننه الحديث 76 بعد 800 والألف. يقول: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. وهذا على سبيل التغليب، ركن الحجر والركن اليماني لأنه جاء في اليمن، فأطلق على سبيل التغليب ايه اليمانيين، زي ما يقول لك العمرين ويقصد ايه ابو بكر وعمر، يقول لك جاء العمرين، مش كده برضه؟ يبقى اليمانيين المقصود ركن جهه اليمن اللي هو اليماني، لان سمي اليماني لانه جهه اليمن،
والمقابل ليه هناك الشامي لأنه جهة الشام، والمقابل لركن الحجر من الجهة الأخرى يسموه ركن العراقي لأنه جهة العراق. وعنه به قال: حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد آل الحجر. أخبر بقول عائشة رضي الله عنها أن الحجر بعضه من البيت. بتقال الحجر، انت مكتوب عندك الحجر، هو حجر اسماعيل تهيألي كده، لكن على اي حال نشوف هو الحجر صلحها هم كذا يعني مشكلينها غلط، هو هنا بيتكلم على الحجر. الحجرة اللي هو الحجر إسماعيل اللي هو المكان اللي هو قصرة، مكتوب عندك بالتفسير إيه؟ الحجرة يبقى صلح، لأنه ما كاتبين عندنا هنا الحجر، هي الحجر، اكسر الحاء بس، اكسر الحاء وإلغي الفتحة اللي على الحاء. أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجرة بعضه من البيت اللي هو حجر إسماعيل، فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، أو ترك استلام إيه؟ للركنين اللي جهة الحجر اللي هو العراقي والشامي، ليه؟ لأنهما ليس على قواعد البيت اللي هي قواعد سيدنا إبراهيم، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك، والناس ما طافوش خارج الحجر إلا لأنهما جزء من الكعبة. كويس؟ وعشان كده من أراد أن يصلي داخل الكعبة يصلي في الحجر، حجر سيدنا إسماعيل. يبقى الطواف لازم يكون خارج الحجر عشان يبقى إيه؟ فلو دخل في الممر اللي هو داخل الحجر مش خارج الحجر وطاف، طوافه باطل. ليه؟ لأنه في جزء من أهيم البيت لم يطف حول البيت، بل طاف داخل البيت ولم يطف حول البيت. وعن أبي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة أو في كل ما يمر عليهم يستلمه، كل طوفة لو تمكن. طبعا الوقت هيهات هيهات، لا تستطيع من شدة الزحام، طبعا يكفي الإشارة وخلاص الأمر يسير، ولا تزاحم لأن المزاحمة لفعل الجهال، يزاحم وبعدين عينه تتخزن ويتعور ويتخانق ويأذي اللي حواليه ويقول لك أنا رايح أعمل عبادة، عبادة إيه وأنت بتأذي نفسك وتأذي اللي حواليك؟ دي مش عبادة، ده فعل جهلة، فعل الجهل، ناس بعواطف بلا فكرة، عايز بس يقول لك يا سلام أنا النهاردة يعني ركبت فوق الناس، ويبقى فرحان قوي إن هو ركب فوق الناس، والستات كمان، تلاقي الستات داخلة في وسط الرجال، قال يعني عايزك تستلم حجر إيه؟ ده الحجر يزعل منك، ورب الحجر يزعل منك، يعني ما يصحش، ملاش بإيه لا داعي لفعل الجهلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله. واعرف أن الإشارة دي ربنا بيوصلها للحجر، كأن إيدك لمسته وتسجل اسمك، خلاص ما تقلقش هيجي يشدلك يوم القيامة، ما تخافش زي اللي استلمه بالظبط، بل أنت كده لما أشرت من بعيد لك ثواب كبير أنك أنت تركت إيذاء الناس وتركت إيذاء نفسك، وهذا حرام فتركت الحرام. واخد بالك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر كده: يا عمر انك قوي، واخد بالك؟ يعني ما تخشش بقى تحاول تستلم الحجر وتأذي الناس، يكفيك الإشارة.
يكفيك الإشارة. فالإشارة كويسة نعم، ربنا ميسر على الناس العبادة والناس بتصعب على نفسها العبادة. باب الطواف الواجب، احنا عندنا في طواف واجب وطواف تطوع كويس وطواف سنة، يبقى الطواف ثلاثة انواع، طواف مطلق تطوع وطواف سنة وطواف واجب. صح، احكام الطواف كده، الطواف الواجب هو طواف العمرة، طواف الحج اللي هو يسموه طواف الركن، طواف الإفاضة، والطواف المنذور وطواف الوداع على احد وجهين عند الشافعي. يبقى اربع طوافات ايه واجبة في الحج، طواف الركن اللي هو طواف الحج اللي يكون بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، ده اسمه طواف واجب، وطواف العمرة، والطواف المنذور لو نذر طوافا وجب ان يطوف، وطواف الوداع على احد الوجهين عند الشافعية ان طواف الوداع واجب، الا انه يسقط عن الحائض والنفساء وعن الضعيف، ويستحب اذا سقط ان يجبره بدم، يستحب كويس خروجا من خلاف من اوجبه. بعد كده طواف السنة، ايه طواف السنة؟ هو طواف التحية، طواف القدوم للحاج القارن والمفرد، عنده طواف اسمه طواف قدوم، ده سنة. وكذلك طواف تحية المسجد، كلما دخلت المسجد يسن لك ان تطوف طواف تحية للمسجد، فإن لم تستطع الطواف يبقى حي المسجد بركعتين في سائر المساجد، لكن إذا استطعت أن كلما دخلت المسجد الحرام أن تطوف كما أنك إذا دخلت أي مسجد تصلي ركعتين يبقى أفضل. يبقى إيه طواف التحية إذا دخلت المسجد، وكذلك طواف القدوم للقارن والمفرد، دي طواف السنة. طب وطواف التطوع مفتوح له، كل ما يبقى عندك نشاط تتطوع براحتك، كل ما كان عندك نشاط عايز تطوف طوف مجراش حاجة، كل ما تطوف كده سبعة تصلي لهم ركعتين، سبعة وتصلي ركعتين، أو ممكن تطوف 21 وتصلي 6 ركعات، كويس تطوف 28 وتصلي 8 ركعات، ركعتين 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 سنة الطواف لكل سبعة، ممكن تطوف 8 مش عارف 40 زي ما أنت عايز بقى، واللي صحته معاه اشتغل ما يجراش حاجه، ده اسمه طواف تطوع متروك ايه حسب قوه العبد وحسب اجتهاده وعلى حسب ايه ما يتسع له الوقت. في اي وقت في ساعه من ليل او نهار لا يوجد وقت كراهه للطواف، لا يوجد وقت كراهه للطواف، بالرغم ان الطواف صلاه له حكم، الا انه لا توجد اوقات كراهه للطواف، فكلما ظهر لك او بدا لك ان تطوف طوف لا بأس. باب الطواف الواجب، يبقى هيتكلم عن الطواف الواجب اللي هو طواف العمره، طواف الحج، طواف المنذور، وطواف الوداع. وعنه به قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، طاف في حجة الوداع يقصد طواف الإفاضة، طالما يتكلم عن طواف الواجب يبقى طاف طواف الإفاضة صبيحة يوم النحر، طاف في حجة الوداع على بعير، والنبي طاف على بعير ليه؟ علشان يبقى كده مرتفع يقوم الناس تشوفه تتأسى بيه. واستدل العلماء على أن الطواف راكبا جائز مع القدرة على المشي، يعني لو قعدت على كرسي بعجل وزقوك وانت قادر على المشي طواف صحيح كويس، يعني مش واجب انك تمشي عشان قادر على المشي، وعلشان كده لو حمل، يعني في ناس بعض الناس الزمنه
العواجيز الكبار يحملوهم أربعة كده ويقعدوهم على محفة ويطوفوا بهم محمولين. النبي صلى الله عليه وسلم طاف محمولا، يبقى إيه؟ على بعير، يبقى يجوز الطواف راكبا. وبناء على هذا في اقتراح عندي لعلهم ينفذوا، لأن الوقت السعي بقى سهل بعد ما وسعوا المسجد، ورمي الجمرات بقى سهل بعد ما كثروا الأدوار. ناقص بس المشكلة في الطواف حاليا، هي الطواف هو المشكلة إلى الآن، زحام شديد ولا تستطيع انك انت تطوف، حتى ولو طفت في الادوار العليا الشوط الواحد قد سبع اشواط ما يستطيعوش كل انسان، فصعب. وبالتالي في اقتراح عندي لعل المهندسين يعني ينفذوه، ان ارض المطاف نفسها تلف بالناس والناس تفضل واقفه. ليه بقى؟ لان المشكله في الطواف هي حركه الابدان اثناء المشي، قاعدة بتتخبط فتلاقي نفسك قاعد بتتعسر، لا عارف تدعي ولا عارف تمشي، وده يدوس على رجلك وانت تدوس على رجل غيرك، وبعدين كل شوية ايه الناس داخلة وطالعة داخلة وطالعة، تقطع كمان الايه السير اللي ماشي ده، فتبص تلاقي تملي الناس قاعد بتطوف قاعد بتتخبط، لا عارف تدعي ولا عارف تقرأ القرآن ولا عارف تقول حاجة خالص في أي حاجة، واخد بالك ازاي؟ فصعبة من الزحام، من شدة الزحام. خصوصا شوف طواف الحج بقى، ده انت اللي بيروح في العمرة بيقول كده، فما بالك يروح الحج؟ يعني انا طفت طوفة مرة كانت رجلي مش واصلة الارض، محمول بقى على الناس كده من شدة الزحام، عملية صعبة، عملية صعبة جدا. وبالتالي لو تصورنا ان الممر اللي على الارض ده هو اللي بيلف، يبقى انت طفت محمولا ويبقى طواف صحيح. انت يا دوب تروح داخل واقف، مفيش حركه، كله واقف، وهو اللي بيطوف والكعبه سافه، وكل ما تمر على الحاجه تشاور وتدعي وقاعد مبسوط في ايدك الكتاب تقرا، واللي يخلص ينزل ويطلع غيره، يخلص ينزل ويطلع غيره، تبقى لطيفه. ايه رايك الفكره دي؟ يعني هي فكره تصورتها، واخد بالك؟ ولو فكر فيها المهندسين يقدروا يعملوها عنه، لان في الممرات المتحركه دي سهله موجوده يعني، ومعمولة في الأسواق وفي المولات ومعمولة في كل حتة، وهم عاملين سلالم متحركة في كل حتة، يعملوا لنا كمان طواف متحرك، تبقى لطيف. وخصوصا كمان لو عملوا الطواف المتحرك ده في الدور العلوي يسهل على الناس، لأن المسافة طويلة قوي، فلو كان الطوفة العلوية دي تبقى سير متحرك يخلص بسرعة، ولو عملوا في السعي كمان سير متحرك الناس تخلص السعي بسرعة، فإذا الناس خلصت بسرعة يقوم ما يحصلش تراكم ولا تزاحم. كل دي اقتراحات للمهندسين يقعدوا يفكروا لنا ويهندسوا لنا. كل ده جاي منه منين جوازه؟ لأن النبي طاف على بعير راكبا، فاستدللنا أنه يجوز أن تطوف راكبا. فلو ركبت الأرض والأرض اتحركت زي اللي راكب البعير وزي اللي راكب العجلة وزي اللي راكب على كتف الحمل، ما هو في ناس بيطوفوا برضه إيه راكبين على كتف اللي مركب امه على كتفه عشان ضعيفه، شفنا كده كتير بالذات الهنود والباكستانيين غاويين حكايه يجيب امه كده ولا ابوه تلاقيه عباره عن جلد على عظم كده، هو عباره عن وزنه 5 كيلو بس شايله كده اهو وعنده 120 سنه وبيطوف بيه، واخد بالك؟ يبقى يجوز ان الانسان يكون محمولا على بعير او على انسان او على ارض متحركه، كل ده جائز، كل ده خدناه من ان النبي طاف على بعير صلى الله عليه وسلم. كيف بالنسبه لصلاه الفريضه؟ صلاه الفريضه على هذه المحمل يوقفون، لكن لو صلى وهو متحرك فهو متوجه للقبله في كل الاتجاهات. لو صلى وهو متحرك، لو فرد جدلا، لكن يوقفوا ساعه الصلاه الفريضه. ما هم ساعه الصلاه الفريضه اصلا بيقف الطواف. الناس كلها بتصطف وبيقف الطواف عادي. مفيهاش مشكلة، يروح هم بالزرار موقفين ساعة طواف صلاة الفريضة، وبعد صلاة الفريضة يروح فاتح زي الملائكة، تبقى حلوة، تمشي الناس تبقى جميلة، يا ريت والله يعملوا، لأن الوقت كل الهم والمشكلة كلها في الحج، هطوف إزاي؟ والناس بتترك طواف الوداع عشان كده من شدة زحام الطواف.
يضطر يقول لك لا مش حرارة كويس ان انا طفت طواف الركن. لا كويس الحمد لله يا عم في طواف وداع. يقول لك لا الحمد لله انا كنت هموت. ويقعد يحكي لك مغامراته اثناء الطواف. مش شدت الذهن. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن. اهو النبي كان بيشير اهو محجن، دي عباره عن عصا معكوفه الراس كالصولجان دي، عصايه كده صغيره معكوفه كان يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشير كلما مر على الحجر ايه ويستلم الركن بالمحجن صلى الله عليه وسلم. وعن أمية قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثوب عن صفيه بنت شيبه قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمكه عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده قالت وانا انظر اليه. يبقى برضه عام الفتح طاف على بعير صلى الله عليه واله وسلم. وعن أمه قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع. الطواف اللي طافه النبي بعد في فتح مكه ده بعد فتح مكه كان طواف تحيه. طواف تحيه لانه لم يكن معتمرا ولم يكن حاجا، يبقى كان طواف تحيه. وعن أبي قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ ابن خربوذ المكي قال حدثنا أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. يبقى احنا قلنا ايه؟ الاستلام بالمحجن محل استلامه بالايد، والتقبيل يقبله علشان يبقى ايه عمل السنن المتعلقه بالحجر. زاد محمد بن رافع ثم خرج الى الصفا والمروه فطاف سبعا على راحلته. وطاف برضه بين الصفا والمروه يعني ساعه برضه على الراحله راكبا، يبقى يجوز السعي راكبا ايضا. وعن ابي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروه ليراه الناس وليشرف، يشرف يعني يشوف الناس كلها، وليسالوه، وعلشان كمان الناس كلها تبقى عارفه النبي فين واللي عنده سؤال يروح له، وليسالوه فان الناس غشوه، غشوا يعني ازدحم عليه ناس وتكاثروا عليه فتغطى بالناس، فلما ركب البعير بقى ظاهرا الناس تشوفه. يبقى الناس غشوه يعني ازدحموا عليه وغطوه، والليل اذا يغشى، يغشى يعني يغطي بالظلمه الاشياء، يبقى غشيه الناس يعني ايه؟ يعني غطوه الناس لتزاحمهم حوله وتكاثرهم عليه. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على ركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. أناخ يعني البعير، وإيه؟ ونزل صلى ركعتين سنة الطواف. يبقى الطواف من سننه ايضا انك تصلي ركعتين سنة الطواف بعد كل سبعة اشواط. كويس؟ يبقى دي سنة الطواف. والافضل ان تكون عند مقام ابراهيم، ولكن بسبب الزحام الان ننصح ان تصليها في اي مكان بعيد عن المطاف حتى لا تؤذي نفسك ولا تؤذي الناس. كويس؟ في المسجد الحرام في اي مكان. وان فاتتك ان شاء الله تصليها في الفندق في مكة. ولك ان تقضيها فلا تسقط، ولا تسقط حتى بالتقادم، يعني لو طفت السنه اللي فاتت وما صليتش سنه الطواف صليه، صليهم دلوقتي على طول في اي حته. كويس؟ حيثما تذكرتها، يعني لا تسقط حتى ولو طال الزمان، وهي سنه على اي حال. فان فاتتك الطواف صحيح ولا دم عليك لو فاتتك.
وعن أبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي. تشتكي يعني مريضة ضعيفة مش هتقدر تطول بقوة كده لأنها كانت ضعيفة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، يعني إيه في حواشي المطاف، معناها من وراء الناس يعني إيه؟ يعني في حواشي المطاف بعيد عن البيت خالص، واخد بقى اسمه حواشي المطاف، تطوف وهي راكبة. طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ، يعني حين كنت أطوف، يعني في وقت طوافة كنت شايف النبي يصلي إلى جنب البيت، وكان النبي بيصلي جنب البيت بيصلي صلاة الصبح بالناس، كان بيصلي صلاة الصبح بالناس إمام، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور في صلاة الفجر. يبقى لا يشترط يعني أن الإنسان يترك طوافه من أجل إيه أن صلاة الجماعة مقامة، ممكن هو يصليها لوحده وبعدين يطوف هو والناس بتصلي، يعني حتى لو الصلاة مقامة واستمر في الطواف طوافه صحيح كويس، لأن سيدنا أم سلمة طافت والنبي بيصلي بالناس الصبح بيقرأ بالطور وهي بتطوف كويس. وأيضا من سنن الطواف الاطباع في الطواف، الاطباع في الطواف، لكن أنا هأجل الكلام على الاطباع، ودي سنة للرجال دون النساء طبعا هنقرأها غدا. أردت أن نقرأ عليكم أنواع الدماء في الحج، لأن كل الناس كثير من الناس حتى الفقهاء مش عارف للأسف، يعني تيجي تسألهم في الحج تلاقي بعض الناس اللي هم يعني دارسين مش عارف إيه الدماء الحج أنواع، وأنواع دماء الحج على فكرة أربعة، فأنا هقرأها لك. ابن المقري عاملها شعرا لطيفة، لو قدرت تحفظها في شعر ابن المقري في حشية البيجوري، جميلة يعني في حاشية البيجوري في آخر كتاب الحج في حاشية البيجوري، ابن المقري عامل شوية أبيات شعر كده لأنواع الدماء في الحج، هقرأها لك. بيقول إيه بقى؟ أربعة دماء حج تحصر، أربعة دماء حج تحصر، تحصر يعني تجمع، أربعة أنواع يعني، أربعة دماء حج تحصر، أولها أول نوع إيه؟ المرتب المقدر، مرتب ومقدر، مرتب يعني إيه؟ يعني تذبح ما قدرتش تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجات، ده المقدر اللي هي العشرة أيام، تلك عشرة كاملة. يبقى أول نوع مرتب مقدر، أول نوع إيه؟ المرتب المقدر، تمتع فوت وحج قرنا. يبقى ايه؟ المتمتع عنده الدم المرتب المقدر، يعني يذبح، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت، ادي التقدير ومرتب، يعني الاول يذبح ما قدرش يرجع يرجع للتقدير، أي مرتب مقدر. يبقى أول حاجة المرتب المقدر تمتع فوت، والفوت يعني إيه؟ يعني واحد أحرم بالحج وبعدين تعطل في الطريق فوصل بعد الوقوف بعرفة، فاتته عرفة، يعمل إيه؟ يعملها عمره وعليه دم مرتب مقدر وعليه الحج في العام اللي بعده، يسموه فوت، فات الوقوف بعرفه، واضح؟ لو هو محرم طب هيحل الاحرام ده ازاي؟ راح لقى الناس خلاص خلصت عرفه، يعني وصل عرفات بعد فجر يوم النحر لانه تعطل في السفر، ممكن تحصل لبعض الناس، يبقى اسمه الفوت. يبقى الدم اللي عليه ايه؟ دم ايضا مرتب مقدر زي دم المتمتع والقارن، واضح؟ عشان كده قال لك ايه؟
أولها المرتب المقدر تمتع فوت وحج قرن والقارن، أدي الثالث. طب والرابع وترك رمي وليترك رمي الجمرات. ترك رمي يبقى عليه ذنب مرتب مقدر، كويس. والمبيت بمنى وترك المبيت بمنى، وترك رمي والمبيت بمنى، وايه ثاني؟ وتركه الميقات ولو احرم بعد الميقات، يبقى برضو عليه ذنب مرتب مقدر. والمزدلفه وتركه برضو المزدلفه، المبيت في مزدلفه، وهو ان هو يمر عليه جزء بعد منتصف الليل في مزدلفه. او لم يودع او فاته طواف الوداع، يبقى عليه دم مرتب مقدر. او كمشي اخلفه ناذره، او كمشي اخلفه ناذره، نذر ان يتو ان يحج ماشيا فلم يستطع، يبقى عليه دم مرتب مقدر، كويس. أو كمشي أخلفه ناذره، يعمل اللي فاتوا دول كلهم، يصوم إن دما فقد، يصوم إن دما فقد، يعني لو فقد الدم يصوم، لكن لو استطاع الدم يبقى يذبح، عشان كده مرتب. يصوم إن دما فقد، يصوم قد إيه؟ ثلاثة فيه، ثلاثة في الحج يعني، وسبعا في البلد، وسبعة إذا رجع. فهمت الكلام بتاع الشيخ المقري؟ يا ابن المقري. يبقى أول نوع نقوله تاني؟ أول نوع، يعني هقولك على فكرة هقول كل يوم نوع من الأربعة، النهاردة هقول النوع الأولاني، وبكرة برضه نقول النوع التاني عشان تحفظوهم، يا رب تحفظوهم. لأن أنا بحب كتير وألاقي الناس مش عارفاهم، حتى اللي بيروحوا يفتوا الناس، اللي عاملين كده كشاك فتوى بيلخبطوا الناس. مش عارفين انواع الدماغ فبتحصل مشكله. اول نوع تاني، وبكره هقول لك النوع التاني، وبعده نقول النوع التالت، وبعده نقول النوع الرابع عشان تحفظه. اربعه دماء حج تحصر، اربعه دماء حج تحصر، اولها النوع الاولاني اللي احنا اتكلم عليه النهارده، المرتب المقدر. بيحصل فين بقى المرتب المقدر ده؟ تمتع، تمتع فوت وحج قرنا، كويس. وترك رمي والمبيت بمنى، وتركه الميقات والمزدلفة، أو لم يودع، أو كمشي أخلفه ناذره. يبقى تسع أحوال، تسع أحوال فيها الدم المرتب المقدر. يعمل ايه بقى؟ يصوم إن دما فقد، يصوم إن دما فقد، لو فقد الدم يصوم. طب يصوم قد ايه؟ ثلاثة فيه وسبعا في البلد، كويس. اقراها اقولها تاني عشان تكتبها وكفاية النهاردة كده. أربعة دماء حج تحصر، أولها المرتب المقدر، تمتع فوت وحج قرنا، وترك رمي والمبيت بمنى، وتركه الميقات والمزدلفة، أو لم يودع أو كمشي أخلف ناذره، يصوم إن دما فقد، ثلاثة فيه وسبعا في البلد. يصوم إن دما فقد، هذا تفسير للمرتب. أيوه. ما هو مرتب ليه؟ لأن قال لك يصوم بس لو فقد الدم، لازم مرتب مش مخير، لأنه هيجي في نوع ثاني مخير. شفناه الحلق شعره، الحلق رأسه بيعمل إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هيجي لنوع ثاني من الدماء اللي هي فيها إيه؟ التخيير، دم التخيير. يبقى نقف على دي ونقرا الباقي ان شاء الله بكره النوع الثاني. والثاني ترتيب وتعديل ورد، ترتيب وتعديل ده بكره بقى، ترتيب مع التعديل ان شاء الله غدا باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لقمان موجودا؟ لقمان حضر؟ أين لقمان؟ طيب خلاص أما يجي إن شاء الله، لأن معانا الفلوس بتاعته. بسم الله. بص يا محمد، خلي الفلوس بتاعت لقمان دي معانا في بكرة، ولا تضيعها سيبها معايا. لما جابت سيرة الضياع تخاف على طول. يا ربنا يا كريم اديله البيجوري ده، خليه يبعده لنا كل يوم لحد ما نخلص. ابن المقري، ابن المقري ده ليه كتاب شرح صحيح البخاري اسمه التوضيح في شرح الصحيح، 36 مجلد لابن المقري، شرح البخاري ب 36 مجلد مطبوع، يعني طبع حديثا، كان قبل كده مخطوط، طبع حديثا، اسمه التوضيح. ابن المقري ده شيخ ابن حجر العسقلاني، يعني ابن حجر العسقلاني كثيرا في فتح الباري شرح البخاري يقول لك وقال ابن المقري، وساعات يقول وقال شيخي، يعني ياخد من التوضيح وين كثيرا. مثلا ابن المقري ليه؟ لانه جوز امه هو كان اسمه عمر وتربى يتيما، زوج امه كان مقرئا بيحفظ الناس القران فسموه ابن المقرئ، وبعدين ايه سهلوها وبقى ابن المقري، وهو اسمه عمر وكان عالم كبير من علماء الشافعيه وكان في مصر، عاش في مصر ومات في مصر، كان رجل مصري اصيل رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلمه. ليه في القرافه؟ في القرافه المصريه مليانة أولياء وعلماء، دي القرافة المصرية اللي هي تحت اللي بتحط عليها في صلاح سالم طول ما أنت ماشي، دي مليانة أولياء وعلماء كبار اللي أنت بتقرأ عنهم كل دول تلاقيهم مدفونين هنا. ربنا يجمعنا بهم على خير. يا رب يا كريم. سورة آل عمران من أول آية 130 سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وابن كثير المكي، في ناس بتعيش في الارض فساد هنا اسمهم عفاف، يعيشون في الارض فسادا. يلا الحق خد منه. فين الطرح؟ لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب يقراها مضعفه، أضعافا مضعفة بالتشديد كده مضعفة، ده ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب، والباقيين أضعافا مضاعفة. اتفضل يا سيدي. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. نعم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نعم فتح الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم. المدنيان من غير واو اللي هو نافع وابو جعفر يقول لك سارعوا على طول.
مش وسارعوا، يقول لك سارعوا إلى مغفرة من ربكم بغير واو، المدنيان والبنين بالواو. فضلت الذين ينفقون السراء والضراء والقاظمين والكاء، مش والقاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتح الله عليك. يلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم فتح الله عليك. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم تفضلي. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نعم تفضل. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أيوة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم فتح الله. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فتح الله. إن يمسسكم قرح شعبة وحمزة والكسائي وخلف يقولوا قرح في الاثنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح منه، والباقيين قرح والمعنى واحد. تفضلي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم تفضل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم. وما محمد إلا رسول. ميم الميم مشددة غنة صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أيوة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نعم. قالون مثلا وهشام بخلف عنه عن ابن عامر ما يثبتش ايه صلة هاء الضمير، يقول لك ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، ما يبقاش في صلة هاء ضمير يعني نؤته منها. هوش يقول لك نوتيه منه بغير هم. وكذلك إنما أبو جعفر والسوسي يقراها نوته منها بتسكين الهاء نوته منها، يا أبو جعفر والسوسي عن أبو عمرو.
إنما واتش بغير همزة لكن بصلة هاء الضمير، يقول لك نوتيه. وأبو عمرو بقى دوري أبو عمرو وشعبة وحمزة يقراها نؤته منها، نؤته منها، يعني يثبت الهمز مع التسكين. إيه أبو جعفر والسوسي يشيل الهمز مع التسكين، وأبو عمرو وشعبة دوري أبو عمرو وشعبة وحمزة يثبت الهمزة مع التسكين، يقول لك نؤته، والباقيين نؤتيه منها. فرد. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما ضعفوا ولا وما ضعفوا وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نعم. ابن كثير مثلا يراها وكائم من نبي، وكائم من نبي. ابو جعفر بقى يقول زي ابن كثير بس يسهل الهمزه، يقول وكائم من نبي. ده ابو جعفر يقولها بالهمز مع التسهيل، لكن ابن كثير يقولها بالهمز مع المد بغير تسهيل. كويس. لكن الباقيين يقولوا وكأي من نبي. طبعا نافع يقول نبي قاتل معه. نافع بقى يقول لك ايه، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قتل مش قاتل، قتل. واللي يقول قتل مع نافع المكي والبصريان، بس يقولوا نبي مش نبي. اتفضل. ايش وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فتح الله عليك. تفضل. فآتاهم الله سلام الدنيا وحسن دنيا وحسن دنيا وحسن سلام بالآخرة. طب ليه بتعمل ثواب بي ليه كده؟ وحسن ثواب الآخرة، حسن ثواب الآخرة. تاني قول الآية من الأولها. فآتاهم الله سلام الدنيا وحسن سلام الآخرة والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. فتح الله عليه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك شاهدين.